هو المجلس ممكن ريته في البلاد اللي عديتهم ديما المجلس مع موافقة المجلس مع احترام رغبة التلميذ، لكن المجلس وقتاش يتدخل انت وقت اللي يلقى فما تفاوت ما بين اعدادك وما بين رغبتك اللي سميتها انا ذكري القدرات والميولات، انت تميل الحاجة تميل المسك العلوم وعندك أربعة في الرياضيات، شكون يعرف وقت مصلحتك؟ ما احنا كنا نشوفوا توا اللي عندنا 55 من أولياء اللي هما غالبين على المنظومة التربوية، دونك شكون يعرف مصلحتك أنت؟ يعرف مصلحتك المجلس هذاك، والمجلس راهو ماذا بيه تمشي المسك كل شعبة بال 14 في المال وال 14 في الفيزيك وفي مسار الفرنسية وفي مسار الفرنسية. حيا حيوني مستشارة في الإعلام والتوجيه المدرسي بالمندوبية الجهوية بسوسة. التوجيه المدرسي مشكل كبير، لأنه برشا تلامذة ديما يسألوا ويحيروا فين يمشيوا وعلاش يمشيوا وش يحصلوا كي يمشيوا. كانت نجمة تجاوبنا على ثلاثة أسئلة هذوما نتاعهم. صحيح، هو مشكلة وقت التلميذ ما يلقاش شكون يساعده على عملية الاختيار نتاعو، التلميذ ما يلقاش شكون يبلور معاه المشروع الدراسي، خاطر لازم نحكيو على مشروع دراسي كامل ما يبداش كان في نهاية السنة التاسعة ولا في السنة الأولى ولا السنة الثانية، هي تدخل فيه الأطراف، عديد الأطراف كما قلت من الأول، يدخل فيه الأستاذ، يدخل فيه صحيح المؤسسات التعليم والتوجيه، الدور الولي كيف كيف، باش التلميذ يعرف روحه، معناها ستيم كولتور عند التلميذ، ما نقولولوش أقرا المات والفيزيك كهو وراه انت باش تعمل من مسلك الفلاني ولا شعبه الفلانيه، وبعد التلميذ ما ينجحش في المات والفيزيك يلقى روحه معناها خارج السيركوي، يلزم من الاول تقع معناها اخذ بعين الاعتبار من طرف الاسره ولا من طرف الاسره التربويه انه التلميذ تثمين كل المواد، لا فرق بين المواد ماده واخرى، خاطر نعرفوا احنا حتى وليداتنا تبارك الله اللي يجيبوا معدات ممتازه في البكالوريا ما يجيبوهاش بالمات والفيزيك هاو، يجيبوها صحيح بالمات والفيزيك لكن معها الفرنسيه الفلسفه العربيه الانجليزيه، دونك نكونوا التلميذ قادر انه يتوجه لاي شعبه لاي مسلك، ما يلقاش روحه معناها معطل انه ضعيف الفرنسيه ما ينجمش يمشي للمسلك هذاك، ضعيف الرياضيات، ضعيف على الاقل انت ريتني التمرين اللي عملته نتاع ملمح التلميذ، على الاقل التلميذ نخير يكون عندنا ملمح نتاع تلميذ متوسط في مواد الكل، خير من تلميذ ممتاز في ماده ولا اثنين وضعيف في عدد المواد الاخرى، هذه الفو ترافاي سور لو بروفيل دو ليلاف، ان بروفيل نتاع معناها كابابل باش يتوجه وين يحب هو بعد. اهم الشعاب اللي يحبوا يمشيوا لها التلامذه شنو هي؟ المشكلة أنه التلامذة مفهمة الأسرة التونسية كرست عديد كما كنت نحكي بكري على الحب الرياضيات والمات والفيزيك، أنه التلامذة كل مدام ماشي مات ماشي سيونس ماشي مات ماشي سيونس، ولات كأني معناها عيب أنه التلميذ ماشي آداب، تو عندي أقسام في بعض المؤسسات اللي تبعوني فما قسم كامل البكالوريا فيه طفل واحد، ساعة التصورات اللي فما شعب للذكور وشعب للبنات، هذه حاجة، فما تصورات على شعب فيها فلوس وشعب ما فيهاش فلوس بعد الخدمة، دونك هذوما يغذيوا بعض مرات الافكار الغالطه هذه عند التلميذ، ميل الى بعض الشعب والنفور من عديد الشعب الاخرى خاصه شعبه الاداء، اما الشعب اللي يحب يمشي لها التلامذه الكل هي شعبه الاقتصاد، على خاطر الاقتصاد في باله هرب من الاداب وما نجمش العلوم، شعبه ومع العلم ان شعبه هي فيها من ترتكز على مواد ادبيه ومواد علميه ماشي سهله، اما المشكله كما كنت نحكي انه فما برشا تلامذه ينجحوا بالاسعاف يبدا ناجح وما عندوش ما نجمش يمشي العلوم ما نجمش يمشي، يقول لك يا برا مش هذا تنقيس مش شعبة الاقتصاد، احنا نحبوها شعبة الاقتصاد ونعرفوا اللي فيها عديد المجالات وفيها نعرفوا الكليات اللي عندنا اللي موجودين معناها يخدموا بشعبة الاقتصاد، اما ماذا بينا يمشيوا التلامذة يكونوا عندهم معادلات تتماشى مع شعبة الاقتصاد، ما توليش كما كانت اللات ان سارتان تون لا سيكسيون بوبال، معناها ما يوليش التلامذة نجحوا تسعة وعشرة وما يلقاوش وين يمشيوا نون اورونتابل، ماذا بينا نحسنوا قاعدات تحسيسية باش التلامذة هذوما يحسنوا من المعادلات نتاعهم ويمشيوا عن كفاءة وعن جدار الشعب هذه. انا هي الشعبة اللي فيها طاقة تشغيلية عالية. لا هذا سؤال والله يخص منظومة كاملة، فهمتني أنا بالعكس ما نعطيش الإجابة على السؤال هذا، خاطر أنا عندي تلامذة توا نجم نمشي لهم ونقول لهم نحاول نوجههم لمراكز التكوين، خاطر أنا بحكم تجربتي وخدمتي وزرت برشا مراكز التكوين وريت اللي ثم عديد الاختصاصات نعرفوا اللي توا الإلكترونيك والميكانيك واللي كارت واللي بيوس هذوما الإلكترونيك والكل، فما برشا تلامذة راهم يصلحوا باش يمشيوا ويعملوا شعب تكوين مهني، خاطر فما معناها عديد يقولوا لي زملائي اللي يشتغلوا في مراكز التكوين انهم ثم شركات مازالوا التلامذه ما تخرجوش ما عملوش البي تي بي ولا بي تي اس وهم يبداوا يستناو فيه. في بالهم الناس بهذا؟ انا شخصيا نقوم نمشي المؤسسه التربويه اللي تتبعني نعمل حصه للتلامذه، والسنوات الاولى كنت نقوم بها للتلامذه المهددين بالطرد.
نقول على الاقل ننتشلوهم باش ما يطردوش يقعدوا في الشارع او كاننا نوريهم شو المراكز تاع التكوين المهني. لكن توا والله قلت البارح برك في مؤسسه تربويه واللي يجيني تلامذه بال10 وبال11 وبال12 كي يعرف في الباركور تاع الفورماسيون بروفيسيونيل يولي يمشي عن قناعه وينجح خير من غيره. هذاك هيك علاش ما نجمش نقول لك شو الشعب اللي فيه نجاح. يفو يسي دو فالوريزي كل شيء، ما نقولوش ماده خير من ماده وشعب خير من شعب وانت راك تنجح هكا والدنيا فيها. دونك ملمح التلميذ هو الكل. الاستاذ المتكلفين بالتوجيه والاعلام عددهم كافي؟ والله هذيك المشكله، هما حتى المستشارين في حد ذاتهم مش عددهم كافي، فهمتني؟ العدد احنا في كل ولايه تلقانا 5 6 7 من الناس ماكسيموم. في كل مؤسسه صحيح عندنا 2 ساده مكلفين بالتوجيه، لكن احنا انا شخصيا وسي ما فكرتي الخاصه ماذا بيا ساعه تكون في كل مؤسسه تربويه استاذ مختص في علم النفس، خاطر المشاكل النفسيه اللي نعانيو بها في مؤسسة التربويه هي كبيره كبيره. وعندنا مشاكل معناها تخص الادكسيون للدخان للالكول للدراغ للعديد المشاكل في المؤسسات ما ينجمش يحلها المستشار على التوجيه وقت يتنقل المكتب الاصغر ولا الطبيب المدرسي وحده، ولا يلزم يكون شخص قار موجود هذيك، ويلزم اساتذه معناها مكلفين بالتوجيه تاخذ لهم تنقيص في عدد ساعات التدريس باش يبدعوا على ذمه التلامذه لتحسيسهم بكل ما يخص المنظومه التربويه وكل ما يخص التوجيه. الجمعيه التونسيه للتربيه والتنميه جمعيه حديث العهد، اهدافها تربويه تنشيط الحياة المدرسية وفي نفس الوقت أهدافها تنموية، ونحاول نربطه بين التلميذ في المرحلة التلمذية بتاعه وبين واقعه المستقبلي في ميدان العمل. بالنسبة للندوة هذه هي ندوة واحدة من 5 ندوات من سلسلة ندوات يهدف إلى الوصول إلى تقرير نهائي حول المنظومة وكيفية إصلاح المنظومة التربوية لمناش راضين عليها. دونك هذه الندوة تهتم بالتوجيه المدرسي حاضرا ومستقبلا، حاضر الواقع اللي موجود ومستقبلا من خلال الورشة باش نعملوها باش نحاولوا نخرجوا تقرير لكيفية إصلاح التوجيه المدرسي. بعد هي بتجينا سلسلة متاع ندوات أخرى كلها تختص في التعليم، الزمن المدرسي، التكوين المهني، الإرشاد والتوجيه لمراكز التكوين، ثم بعد باش نعملوا ندوة نحوصلوا فيها التقارير اللي وصلنا لها من خلال هذوما، والتقرير هذا إن شاء الله وقتها يلقى صدى عند الوزارة وتسمع على الأقل الجمعية في من خلال عمل ميداني النتيجة اللي وصلت لها في إطار إصلاح